منبه الباخرة تانييت يعلن الوصول وبداية موسم الرجوع بقرابة 3000 مسافر تونسي وتونسية إلى ميناء حق الود بعد حرمان من العودة إلى الوطن بحكم الجائحة العالمية. تضاعف شوق المغتربين لرؤية بلادهم وقضاء عطلة الصيف بين الأهل والأقارب. الحمد لله كل شيء من زيان، فرحانين ورايحين لتونس والحمد لله يا ربي، إن شاء الله مرحبا بالناس الكل. عايشك ربي يعيشك. ربابين البواخر التونسية وطواقمها سيؤمنون كثافة السفرات طيلة الموسم دون توقف. عدد في ظروف طيبة طيبة على الأخر. الحمد لله. وفد حكومي كان في الموعد لاستقبال التونسيين بميناء حلق الود. رسالتهم في ذلك أن الحكومة لديها سياسة واضحة للاعتناء بمشاغل التونسيين بالخارج. وذلك علاش وزارة النقل معناها بكافة إطاراتها مستعدة إلى تأمين هذا الموسم الواعد، موسم إثر يأتي إثر ركود وإثر انكماش عاشته البلاد وعاشته اقتصاديات العالم نتيجة أزمة كورونا. غايتنا الأساسية هي إعادة الثقة من الجالية التونسية في بلادهم ببلادهم وبحكومتهم وبالدولة التونسية اللي فقدوها في فترة من الفترات. مهم جدا باش نسهلوا لهم جميع الإجراءات باش تكون إن شاء الله العطلة نتاعهم في بلادهم ما بين أهلهم تكون رائقة، وذلك فرصة ذلك باش يزوروا بلادهم وباش يتمتعوا بالكنوز والثروات اللي عندنا في بلادنا، حكيو ثروات طبيعية وثقافية. تم أخذ بعين الاعتبار هو تخفيف الضغط والانتظار وما إلى ذلك على المهاجرين، هناك العديد من التطبيقات التي هي فيها خدمات ذات جدوى تقدم للمهاجرين. وفور الرسو تدفقت مئات السيارات والشاحنات والعربات من بطن الباخرة. أطنان من الأمتعة والبضائع تتطلب الفطنة والحذر، فالعمل الديواني والأمني هنا لا يسمح له بالغفلة، كلهم عيون ساهرة على أمن البلاد وراحة العباد. كل يوم هيك فرانشمون تري تري بيان مانيفيك مانيفيك سانو دان انفي نجيو ديما والله في الباتو بيان في الهبوط توا تري تري بيان امور مريلة صراحة ممتاز الحمد لله ما تقلقناش الحمد لله وصلنا في الوقت زادة والحمد لله يا ربي وكثر خيركم. فياش عادة بالكدي والادوان زاد كيف كيف سايتي رابيد معناتها ما بتيناش والحمد لله كل شيء تعادى بالكدي. ولن تتوقف هذه الرحلات بين ضفتي المتوسط وهي الثالثة من ضمن 40 رحلة بحرية طيلة هذا الموسم.